حضرتك عندنا كمان نشاط موسيقي. تمام. وأبنائنا حضرتك بيمارسوا العزف على آلات مختلفة وبيجيدوا الغناء، ويمكن من اقتناعهم بحياة كريمة واللي هم شايفينه على الأرض في البلد عندهم كويس. حبوا الأغنية جدا واتدربوا عليها وحفظوها، سواء الموسيقى بتاعتها أو للغناء. فلو سيادتك برضو أنا بتكلم برضو على إن ده قرية. تمام. ماشي. وانه الكرة دي كانت محرومه من الحاجات دي قبل كده خالص، وكان يعني كانت موجوده الحاجات دي بس الزياده حصلت يا فندم ان الاهتمام زاد. وممكن حضرتك برضو نقول ان في حضرتك توفير لتجهيزات معينه ما كانتش موجوده سابقا. أيوة. بدات أيوة. تبقى موجوده يعني الات موسيقيه كان موجود بعض الات ولكن ممكن تكون مثلا الات قليله. مش كل الالات موجوده. بقت شويه مثلا يعني عدى عليها زمن. تمام. فلكن بقى في حضرتك استحداث، بقى في تجهيز حديث كويس. بالنسبه للالات الموسيقيه واهتمام يعني احنا هنا في المسرح سمعنا عن 30 يونيو، سمعنا منهم 30 يونيو هنا في الموسيقى نسمع حياة كريمة. هم اوريدي موجودين. مش جايين عشان خاطرنا بس عشان الناس. لا يا فندم والله هم احنا شغالين حضرتك موجودين. من 5-6. خليني بس اقول لكم، لا انتوا ايه امال انت ده، انت فنانة. اسمك ايه؟ امال احمد محرم عاشور. منين بقى؟ من المدرسة؟ من هنا؟ ايوه. تمام. الحياه كريمه دي انت بتغنيها بقالك قد ايه او بتعزفيها بقالك قد ايه؟ بقالي كتير من ساعه ما بدات المدرسه. من ساعه ما بدات المدرسه؟ من الابتدائي. من الابتدائي؟ يا ده انت بقالك 70 سنه هنا بقى. يعني مثلا من 3 سنين. من 3 سنين وانت بتعزفي الحياه كريمه. طب مش معنى حياه كريمه انت بتعزفيها؟ عشان هي يعني انت حسيت ان في مشروع كويس. أيوه. وان في برنامج كويس، حاسه بيه ان في حاجه كويسه؟ ايوه حاسه فعلا. أيوه. طب ده كويس. زي حضرتك يا فندم. اهلا بيك. حضرتك المسؤوله عن ال انا الواجهه الاولى تربيه موسيقيه. تربيه موسيقيه. اسمها جاكلين صفوت. جاكلين صفوت. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مش معنى برضو حياه كريمه يعني ليه يعني ما فيش مشروع تاني، ولا هو المشروع الاكبر دلوقتي اللي انتوا حاسين بيه وحاسين ان في تطور؟ طبعا ده هو مشروع جبار كده وغير من كل حاجه بصراحه. يعني في تغيير كلي في طبعا في الانشطه الموسيقيه. تمام. وفي حياه البلد كلها برضك. طبعا. حضرتك مدرسه موسيقى بقالك قد ايه؟ او مواجهه موسيقى بقالك؟ انا مواجهه بقالي 10 سنين. 10 سنين. ايه اكتر حاجه شدتك ان انت تعملي منها اغنيه، او ان انت تعملي منها مقطوعه، او ان انت تعلمي الاطفال او تعلمي الطلبه يعملوها؟ بالنسبة طبعا الأنشدة الوطنية، النشيد، الأنشدة الدينية دي اوريدي موجودة. حياة كريمة دي بقى اللي دخلت علينا أفضل، فإحنا قلنا إيه نحفظ الطلبة. تمام. ويبقى أفضل. هما دلوقتي حافظينها ولا لازم توجيه من حضرتك برضو؟ يعني هم جاهزين يسمعوها لنا؟ والله جاهزين. لا ده ولا حافظين. ولا هم لسه بيتدربوا؟ لا 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 جاهزين. طيب البركه طبعا في المدرسين. طبعا ما شاء الله. طبعًا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اسم حضرتك ايه؟ نورهان صلاح. اسم حضرتك لبنى حمدي. دول المدرسات. مدرسات ما شاء الله. زي حضرتك يا فندم. ابله لميا برضو مدرسه. هو مدرسه. ابله سوها. فين ابله سوها؟ عشان نحيي حضرتك ابله سوها بس مش اكتر. زي حضرتك ما شاء الله كلكم تربيه موسيقيه. انتوا وقبل لميا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ده ما شاء الله ده انتوا تربيه موسيقيه. ده احنا كان عندنا مدرس واحد كنا بندور عليه بالعافيه ايام زمان. عشان حضرتك احنا مركز قدرات، فلازم حضرتك يكون في تجميع لاكثر من معلم علشان يشتغل على كم الطلبه اللي بتتوافد على المركز. ما شاء الله. احنا حضرتك بنشتغل على حاجتين، يعني اللي عنده الموهبه بتنمى. وبنكتشف بقى حضرتك في بعض اولاد ما بيكونش مكتشف الموهبه بتاعته، بيبدا بوجوده هنا حضرتك مع مركز القدرات او الانديه صيفية ان هو يبدا يشوف ويسمع يحب يجي، فتحس حضرتك لا ده عنده اذن موسيقيه، ده ممكن يتعلم عزف على اله، ده ممكن يكون صوته حلو يدي. فيعني دي بتبقى الميزه من مراكز القدرات. طب انا يعني هسال حضرتك سؤال كده ومعرفش مين اللي هيجاوب. في حد عندنا ممكن يجي ام كلثوم، يجي عبد الحليم، يجي في كتير بنات موجودين اصواتها عندنا بنات فين؟ اصواتها بصراحه موجودين هنا النهارده ولا مش موجودين؟ لا هم للاسف مش موجودين، مش بس هم فعلا بنات يعني وبيتصعدوا على مراكز. طب كويس. جمهوري. كنت لسه اقول لحضرتك ان هم لا بيطلعوا. لا بيتصعدوا على مراكز جمهوري، واخدين مراكز جمهوري في الصوت. اصواتهم بصراحه ما شاء الله يعني. طب هي يعني دي بتبقى موهبه يعني من صغرهم. واخدين حقهم ولا مش واخدين؟ لا لا واخدين. لا هم يعني هم هاويين الموسيقى. واحنا بنيجي بننمي معاهم. حضرتك بتتكلمي على قريه وبتتكلمي على مركز موجود. مش عايزه اقول لحضرتك المواهب موجوده في كل مكان، وبالعكس هنا بيبقى اكتر كمان. عايزين هنا اكتر وعايزين يكتشفوا بقى. هم حتى بيبقوا حابين ده، عايزين. انا مثلا انا بغني عايزه ابقى كده. حلو حلو كويس.
طب نسمع منكم حياة كريمة؟ نسمع؟ طيب. أهلا وسهلا شرفتوا اتفضلوا